انا ماسكه دي صح؟ اهي او دي. لا دي لا دي. خلاص كده جاهزين؟ جاهزين. ولاد جاهزين؟ جاهزين. هنكتشف مع بعض هنتعلم ايه. ماشي يلا خد بالك ان في وقت. ماشي هنشوف. يلا جو. يمين شمال. بالراحه معلش لسه هنقعد شويه قبل ما نكتشف. شمال شمال. في 3 دقايق كاونت داون. حاولوا تقربوا الخشب شويه يا بنات. لازم نفكر مع بعض ان احنا كلنا نقول يمين مع بعض وشمال. واللي بيقول يمين وشمال لازم يرفع رجل. ايه هنقول يمين نرفع رجلينا. نرفع رجلينا كلنا. انتوا ما بترفعوش رجليكم. واحد يقول يمين بس واحد عشان يبقى ليدر. واحد يقول يمين والباقيين يرفعوا رجليهم اليمين. يلا دي كله يرفع ويقدم الشمال. الولاد يبتدوا. يلا يلا يا بايا. يلا الولاد. في واحد ورا رجليه يوسف. اي 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 شمال. بالراحه ممكن نقرب بس من خشبتين من بعض عشان ما توقعوش. ايوه عشان رجلي مقطعه قوي. فاضل دقيقتين ممكن نقرب. اللي حاطط رجله يشيلها عشان نعرف نقرب الرجلين. شمال. شيلي رجلك يا حبيبتي. شمال بس عشان تعرفوا تقربوا الرجلين. قربوا بقى. قربوا الخشبه من بعض. استنى استنى قربوها من بعض. يمين. شمال. يلا الولاد بدأوا حاولوا تقربوا. طبعا هو في غلط بيحصل كده ان هي رجليهم بتقع بس يعني ايه هندي سماح عشان اول مره يلعبوها. شمال. واحد يقول واللي بيقول لازم يسمع الباقيين. اللعبه دي بتعلمنا يعني ايه نبقى فريق. لازم لما نقول يمين كلنا نرفع رجلينا اليمين عشان نعرف نشيل الخشبه. لو قولوا مع بعض شمال وكله يروح رافع الشمال. كله يرفع الشمال. كله يرفع الشمال. يعني كله يرفع الشمال بالظبط اهو. كله يرفع. في لو واحده ما رفعتش رجليها مش هتتحرك الخشبه. كله يرفع. هنا انت ما بترفعيش رجليك. شمال. خدوا بالكم عشان الوقت. هنشوف مين هيوصل اكتر. مش لازم نوصل قوي. حركيها. يلا شمال. يلا اتحركي. قرب شويه. اعملوا الشمال وارفعوا. قرب الخشب. يمين ولا شمال؟ فاضل 40 ثانية. يمين. قرب 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 بس. يلا يمين. يمين. واحد اللي يقول. لازم واحد اللي يقول. شمال. لازم واحد. فاضل دقيقة. اهو اهو شلناها. فاضل 30 ثانية. يعني هي طبعا صعب شويه بس لازم يفكروا. هنعرف دلوقتي منهم الفكره. شيلوا رجليكم. مين حطت رجله؟ واحد. مين؟ شيلي رجلك. قربوا. انت يا ابني فين؟ 10 9 8 قرب رجليك. شمال. 4 3 2 1. هو يعني نفس الخط طبعا. طب يعني عارف كده يعني مش فارقه قوي. بس انتوا قابلتوا صعوبه جامده جدا. تعالوا الاول نبتدي بفريق الولاد. يوسف ايه الصعب؟ ايه اللي انت لقيته لما وانت بتقولوا يمين وشمال؟ انتوا كنتوا بتقولوا بس ما كنتوش بتنفذوا قوي. يعني كان ايه اللي بيحصل بقى؟ ايه الصعب اللي انت قابلته؟ اللي ورا كان مش عايز يشيل. كان مش سامع قوي. لا هو اكيد سامعنا بس هو احنا انتوا هو الفريقين كده. احنا بنقول يمين بس في ناس ما كانتش بتشيل رجلها. انت لقيت ايه طيب لما انت لعبت؟ انا؟ يا احمد كانت صعبه. ها ايه؟ كانت صعبه ليه بقى؟ ايه الصعب اللي فيها؟ انه ممكن نقع. ما كان ممكن نقع بس ليه بقى نقع؟ عشان مش متحكمين في البتاع. مش متحكمين في الخشب. بس احنا متحكمين في الخشب. اول مره نلعبها. اول مره نلعبها. بس كنتوا كلكم لما كنتوا بتقولوا يمين كان كلكم بترفعوا رجليكم ولا كان في حد بيرفع وحد لا؟ لا هو احنا كلنا كنا متلخبطين اصلا. واحد بيرفع رجلنا كله واحد بينزلها. ها ماشي. طيب نروح نشوف بقى البنات. طيب البنات ها قولي لي يا تالا ايه المشكله؟ ابتدي واحده واحده. لا واحده واحده. تالا تقول ماشي. الصعب عشان كنت انا لما احنا كنا بنقول اليمين ما كانش حد بيرفع مع التاني. حلو. طب المفروض كان ايه اللي يحصل بقى؟ كلنا نرفع مع بعض.
كلنا نرفع مع بعض. طب سيدرا ايه المشكله اللي قبلك؟ انك ما كانت تالا بتقول لمين، تالا كانت متلخبطه، كانت بقى ما تقول لمين ترفع الشمال، فاحنا ما كنا حاطين الشمال فما تعرفش تتحرك ولا دي ولا دي، لكن لما كانت بتعملها كنا بنحاول ان احنا كنت تعمل انتوا دليل ان انتوا حاولتوا تعملوها، ان انتوا لو بصينا كده كلنا ورانا هنلاقي ان احنا كنا بادين من بعيد، فاحنا مشينا حته فاحنا نجحنا ان احنا نعمل الحته الصغيره. لو الوقت كان اطول شويه كنتوا هتوصلوا عادي، مفيش مشكله، مفيش حد هيعرف يوصل لحته بعيده وهو لسه اول مره يجرب، ولسه احنا متعود. يعني ايه فريق؟ يعني ايه بقى فريق؟ يعني ايه فريق يا مايا؟ تيم. تيم، تيم يعني ايه؟ يعني بنساعد بعض ان احنا نعمل حاجه. نساعد بعض ان احنا نعمل حاجه. طب احنا ما ساعدناش بعض، ايه اللي اثر معانا هنا؟ ايه الحاجه الصغيره اللي ما خدناش بالنا منها؟ لما بتقولي مين احنا ما بنرفعش رجلينا زي الولاد. طيب هنا ايه؟ عشان احنا لما بنبقى متلخبطين، لما حد يقول يمين التاني بيرفع الشمال وبنبقى متلخبطين، فلازم كلنا نبقى مركزين مع بعض. هي اللعبه دي كلها فكرتها على مع بعض كده، لو فكرنا نجربها حتى في البيت، بس مش لازم نجيب خشب، ممكن حتى بس نجيب كل واحد حاجه ويمسكها، او ممكن بس سليبر كبير ازاي مش صعبه برضه، ممكن اي حاجه، ان احنا بس مجرد ان احنا نقف ورا بعض لو حتى من غير حبل، وكلنا نتفق مع بعض نقول يمين فنرفع رجلينا ونقدم مع بعض ونمشي. يعني ايوه خطوه، يعني ممكن نعمل هي بالستبس، يعني بقى واقفين بالستبس بالخطوات نقف خطوات، فكلنا هنقول تعالوا نجرب كده بسرعه كده قبل ما نطلع بسرعه. هنقول بقى انا هقول لكم يمين، اللي هي يمين الناحيه دي اهو، يمين من غير خشب، هاتي من غير خشب، اطلع قدام، اطلع من غير خشب، طالعين خطوه من غير خشب، يعني كلنا نطلع مع بعض اطلعي قدام، كلنا نطلع في نفس الخطوه معاك، ماشي خلاص ماشي. شمال هنطلع الخطوه الثانيه خلاص. يعني بالتدريب بقى لما نتعود مع بعض ان احنا فريق واحد ونقول مع بعض يمين فكلنا نتحرك مع بعض، زي عارف زي الرابط كده كله هيمشي مع بعض، بس لو اتعودنا عليها هنتعود عليها، هنقدر نعمل ستابس كلها في 1 مينت بالظبط كده.